شاهدوا الإطلالة الرائعة لبدرية طلبة في عرس ابنتها. نجوى كرم تكشف أخيراً سر جمالها. ميريام كلينك والطهارة. إضافة لمعتصم النهار شو عمل بشكران مرتجى. نسرين طافش من جديد مع المدرب، هل في مشروع زواج جديد؟ ماذا فعل محمد فؤاد بيدي بوسي؟ كمان عنا الدكتورة خلود تروج لأحد ماركات المكياج، ورقصة في إيران غريبة عجيبة، ومواضيع أخرى مثل العادة. ما راح فيكن تقفوا ولا موضوع، خليكن متابعين. الحدث الأبرز كان هيدا الأسبوع هو زواج ابنة الممثلة المصرية بدرية طلبة. هي معروفة كتير مهضومة وكتير خفيفة على القلب، ولكن ما كانت أبداً موفقة بإطلالتها. لا تفهموا عن شو عم بحكي، خلينا نشوف. ابنة في عيني بمبوني بمبوني في عينه في عيني ما حنعلق ابدا على روب الحمام يلي كانت فيه باول العرس، ولا على البونبون اللي عم بتوزعه كرمال الحسد وضيقة العين. بس عنا سؤال يا اختي، يا ريت ما تجاوبين عليه، وهو وين عاملي المكياج تبعك؟ اكيد عملته بصالون المهرجين بساحة المهندسين. كان بس بعد ما اصل المنخار الاحمر وبتصير كلون. ما معقول يعني هذا مكياج بتروحي فيه على السيرك بتعملي العاب بهلوانية بس ما نو خارج عرس. يعني لو عامل وجع عند بوياجي وطارش وتمعجن كان طلع أحلى وأنعم من هالنتيجة المفجعة يلي شفناها. لمناسبة تسويق مسلسل شكران مرتجى ومعتصم النهار الجديد، كان في جمعة وكانوا عم بيحكوا مع الصحافة، وإذ بصير موقف مع شكران ومعتصم بخليها بموقف حرج. لتفهموا شو صار خلينا نشوف. أنا من الناس اللي أول ما اشتغلت مع الام بي سي برنامج كان اسمه سي بي ام، وكنت كثير مشتاقة. وحقيقة لما شفت مبنى الام بي سي بدبي تذكرت هذيك الأيام اللي كانت كثير 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 حلوة. بس هذا غير مبنى هذا غير مبنى اللي أنت عم لا معلش، كل الام بي سي وين ما كانت بتكون هي الأساس من هدم المبنى. أستاذ معتصم النهار بهالعمل اللي عملها ذكرني لما منكون بالمدرسة ونكون مش عاملين الفرض، وجاي المعلمة على الصف وخايفين ومرعوبين لتسألنا المعلمة إذا عاملين الفرض أو لا، وبتقوم هي ناسية، وبيجي هيدا التلميذ لتقيل الدم السقيل الغليظ وبيرفع إيده مدام ما بدك تشوفي لنا الفرض، وهون بتروح علينا. وهيك عمل معتصم النهار. ما بعرف اذا كان عم يتهضمن، بس طلع الموقف كتير تقل دم وكتير غلاظة. يعني كانت هيك بشكران مرتجى عم بتفخم بالام بي سي وبالمبنى، قام فقع هيدا الصاروخ، ولكن انقلب الموضوع عليه، كل العالم شافته زنيخة وتقل دم مثل غنية الراب اللي كان مغنيها. بأحد المناسبات سئلت نجوى كرم عن سر جمالها، وأخيرا عرفنا الجواب. خلينا نشوف شو قال. أنت كل ما بتكبري كل ما عم تحلوي، شو السر؟ شغلي بدها روح بهالإناء. حدا منا ما عمل عمليات اللي بتخليك تحافظي على شكلك. ايه ما بدي يكون حدا تاني. منيح عرفنا معلومة جديدة انه الروح بتحلي. قبل كانوا يقولوا شرب المي والنوم بكير عقولة سوزان نجم الدين، هلأ مع نجوى كرم ضيفوا يا جماعة عندكم انه الروح هي كمان بتحلي. من الاخر بتكون فلوس وحكيم شاطر. وقالت نجوى كرم انه عاملي تجميل، واضح انه عاملي فيس ليفتينج. هلأ النتيجة احسن من غيرها. هلأ في كتير عالم عم ينتقدوها ويقولوا انه صايرة مثل البلاستيك، وهيدا الشيء مزبوط، ولكن
يعني على القليل ما في التواءات مثل غيرها، بفضل عندها بس الدفو بمنطقة التم، يعني صايرين سنينها مثل سمكة القرش أوقات نفرين لبرا، بس إنه بعدها ضابطة أكثر من غيرها مقارنة بباقي الفنانات. بينما الروح وشرب المي والنوم بكير هودي ماكسيموم بيخلوكم تفيقوا تاني يوم مرتاحين نفسيا، يعني بس تيحلوكم وكل هيدي القصص لا تصدقوا. بمقابلة أجرتها ميريام كلينك بيسألها المذيع عن الصفة يلي بتوصف حالها فيها، خلينا نشوف شو هيدي الصفة. تطلعي بالمراية شو بتشوفي بحالي؟ واو طهارة. من كتر الطهارة المشرشرة الرمانات نقزوا عشوائي، لح يطلعوا البرة ويقولوا ما هذا ولي تحت الأرض ريتك، يعني البكيني استحى من ورا طهارتك، الميو نام بالزاوية، غنية جول فوت الجول تخبت اختفت ما عدنا شفناها، غنية حطوا بليز هيدي راحت جلطة قلبي. شو يعني شو قصدك بالطهارة؟ قصدك بالمنظفات والمعقمات والسانيتايزر؟ يعني ما مش ظابطة تجي نقول هيك صفة، يعني مع القليلة إذا بدنا نحكي هيك عن حالنا يعني نضبط بضاعتنا شوي. لا فعلا عجبتني الثقة. نشرت نسرين طافش مقطع جديد لقلها عم ترقص مع المدرب الرقص طبعها، الأمر الذي عرضها لبعض الانتقادات، خلينا نشوف. الله يستر لتجي هلأ تفقع عجازي عن جديد وتبلش جلاء علينا بصور الأجران والإيدان، يعني في سوابق آخر مرة، يعني الوضع ما بيطمن. آخر مرة تصورت مع أستاذ اليوغا والطاقة فقعت عجازي وما عدنا نلحق تصوير أجران، فإن شاء الله ما يكون إحساسنا بمحل. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. تصرف غريب للفنان المصري محمد فؤاد يلي كان بحفل زفاف ابنه وعمل اشياء خلت الجمهور يستغرب كتير مع الفنانة المصرية بوسي، خلينا نشوف ونعود. احلى بوسي في تاريخ البشريه، وانا بقى هتحترمني وهترجع صح؟ لا لا بحبها حب في كده سقفوله جامد لو سمحت. يا اغلى الغوالي مهما كانت جدعنتي مش زي جدعنتك اجدع راجل. يعني لما شفت هالمنظر ما تذكرت إلا مشهد محمد هنيدي بفيلم جاءنا البيان التالي، لما إجا ليبوس إيده ويصير يقول له إيه ده إيه ده بتبوس إيدي هو أنا والدتك ولي تحت الأرض رأيتك، يعني شو عم بيصير معه لمحمد فؤاد ما عم نفهم. معقول محمد فؤاد يلي مغنى الحب الحقيقي وبيانو أطفال نازل تبويس بإيده للمخلوقة، شو هالشي اللي عملته بوسي؟ يعني تهالقد بدها شكر وبوس ايد ما بقعد يفلت لايدها؟ يعني مغنية ببلاش مسلفتك مصاري؟ لو امه اللي حملته 9 شهور ما شفناه عم بيبس لايدها هالقد. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. الدكتورة خلود عم تعمل اعلان لمستحضرات ميك اب والتجميل، خلينا نشوف النتيجة. حدا يفهمنا إذا هالمخلوقة عم تعملنا دعاية لمستحضرات تجميل أو لمستحضرات جن وأرواح ولتحت الأرض ريتك بتعملي بالقرينة؟ رعب.
عالسريع يعني عشوائي كنا بدنا نجيب الشيخ يرقيكي او يشوف لك بالبيت اذا في حجابات مبينه مثل اللي راكبوا جن. هلا عرفنا اخيرا من وين شاريه مستحضرات التجميل بدريه طلبت طالعه بهالمنظر المخيف بعرس بنتها. هلا عرفنا يمكن هديتها اياهم او مقدمت لها اياهم كادو لتسوق لها اياهم فطلع المنظر مرعب مثل هالمنظر اللي طلعت فيه الدكتوره خلود. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. سارة زكريا رجعت لنشاطها الفني ونزل إعلان عام بيسوق لحفلتها المقبلة. خلينا نشوف ليش لفت الأنظار هيدا الإعلان. أنا والله راسي بيوجعني من الرمان المفلوت ولي تحت الأرض رأيتك. شو هذا يا عم شو هذا؟ على القليل كبري القياس رح يبجوا كمان يعني ما بعرف. صرنا حكين 100 مرة إنه ما في مقومات إن بيجي بده يلبس بهيدي الطريقة طما يطلع هيك مؤذي للعينين. لازم يكون في قالب معين لهيك لبس. مش نجي نتحش تياب سمول غصب ونحن لارج واكسترا لارج ما في يعني. من الاخر كل جسم له لبس معين بليق فيه. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. نشرت الممثله الكويتيه هند البلوشي هيدي الصوره على مواقع التواصل واستشعرت وكتبت فوق الصوره لا تنتظر بادر. واهم شيء الخلفيه صايرة أكابر ولي تحت الأرض رايتك. بس حدا يفهمني شو خاص الموضوع اللي كاتبتيه اللي هو الانتظار والمبادرة انه نجي نتلقح على الحيط ونتصور لهم صورة تذكارية للجمهور وندير لهم الداريار. يعني شو خاص المبادرة بشو بدنا نبادر يا أختي؟ بشو انت ملقحتي لنا على الحيط وعرضتي لنا إياها؟ شو خاص المواضيع ببعضها؟ انه على القليلة اذا بدكم تتفلسفوا اكتبوا شيء بخص موضوع الصورة. يعني مثلا اكتبي لشو يعني بلا الفلسفة والاشعار والمبادرات والاعمال الخيرية. من الاخر اكتبوا مثلا شو كبراني او لا حسين في شيء مغير بجسمي. اكتبوا شيء بيتعلق بالصورة مش نجي ندر لهم لا تنتظر بادر بينفهم غلط هيك مش ظابط يعني بيروح فكرنا لبيت. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. انتشر مقطع على مواقع التواصل لرقصة غريبة بأحد المناسبات بإيران. ليش؟ خلينا نشوف. ما بعرف إذا هيدي رقصة تقليدية ولا رقصة تذكارية ولا تحت الأرض راتكم بتقولوا قبل الحفلة بنص ساعة حاطين تحميلي على نعنع وعم ترعاهم وجايين يرقصوا. صرنا عم نترحم على رقصة وجع البطن لدينا تري في فواجع وكوارث أكتر بدول أخرى. ما في شك إنه عن جد الرقص فن بس إنه في أوقات حركات بلا طعمة بتصير الواحد هي عم يطلع وف شو عم بيصير معقول هيك عم يرقصوا؟ اسمحوا لنا في هيدي منا رقصة يمكن عم بيعانوا من الدود. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. مثل العادة ما فيني إلا ما أتشكر جميع الأشخاص يلي عم بيساهموا بدعمنا على تقديم المزيد من هيدا المحتوى الترفيهي من خلال ميزة السوبر تانكس. شكر كبير لجميع الأشخاص يلي زودوني بجزء كبير من هيدي الفيديوهات المهضومة
يلي شفتوها بهيدي الحلقة أو بغيرها. إذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، وأهم الشي لحتى ما يفوتكم أي شي جديد إنه ترنوا الجرس لأنه اللي جاي أقوى بكتير.